زاد من المفاجات اللي شفناها اليوم، واليوم رسميا يعني جمعيه ديوان المواني البحريه بحرق الواد هي وجمعيه طرونجه بشراكه مع بعضهم شي قدموا ملف، يعني اليوم اجتمعوا والبارح اجتمعوا تقريبا يوم الاثنين القرار النهائي بخصوص تقديم ملف لتنظيم كاس افريقيا للامم، كاس افريقيا للنوادي البطله شنو في تونس، طرونجه كبطل تونس وجمعيه المواني كفريق منظم، وهذه فرصه مهمه جدا وهذا معناتها تطور جديد في الرياضه هذه يعطي ابعاد اخرى. وسياسه قاعدين يكثروا لي كومبيتيسيون في صحيح هو ما تحكينا حتى في وقت من الاوقات اليوم قاعدين نحكيوا على كاس الانديه البطله، قاعدين نحكيوا على مستوى المنتخبات البطوله العربيه الافريقيه المشاركة. هو ما قبل كاس العالم وما بعد كاس العالم كيف على مستوى الدولي لتونس راهو رائده، وتونس الحقيقه في كل المجالات بعد بتطور بمرور الحصه نعطيكم دائما احنا سباقين كاس العالم تسبب اليوم باش تطور مذهل في كاس العالم، ولنا دول تاسست كبيره ياسر كما الصين كما كوريا الجنوبيه كما اليابان كما ولاد دول تحب تسعى باش تنظم كوب دي موند بالثقل نتاعها الكل، شفت منافسه كبيره ما بين الارجنتين واستراليا وغيره باش استراليا فازت كوب دي موند وقبل سنتين خذت 3 مليون دولار.